ايه الدنيا يا جدعان؟ كل اللي جاي بقى ايه، لايك وشير كده. نور رشدي والله، بس انا اسامه زميلي مش وحيد، حبيبي عبد الله عماد. نور سعيد عوض، ايه الاخبار؟ محمود عبد الله، ايه الكلام يا رايق؟ كل يا جماعة اللي جاي يخش على الشير، عشان ده لايف تخفيله في البدري كده. احلى مسا عليك يا وصبي، نور الدنيا يا زميلي. عوض، ده انا عامل لك مفاجأة، انا هطلع اللايف ده وهطلع الام او، وبعد كده هطلع لايف تاني. انا واخد النهارده قوالة، يعني لما يجي لي ستريم اوف كايند لازم تبوظ، ما ينفعش بنت تنزل، حرام. ما خسرناش ياما يعني امبارح عبد الله، هما ال 20 30 مليون. حبيبي يا رشدي، كله يخش على الشير، كله يخش على الشير يا جدعان. نور غيث حبيبي، فينك مش باين؟ كده بقت توبير كده على البويس خالص. ولا اي تعويض والله يا احمد اسماعيل، هي فوق البايظه بتلات اربع مراحل كده، احنا مش عايزين نعوض، احنا عايزين بس ما نخسرش تاني. احنا في ليفل مختلف تماما من اليأس. اذا والله هو بمنظر الكروت دي ما حدش عارف حاجة،
كانت بايظة من كله. مش على طول بنخسر وبنكسب، لا انا بخسر بس والله. محمود عبد الله جرب افتح من على كمبيوتر، لو عايز تفتح لعبة الموبايل افتحها برضو من على الكمبيوتر، هتنزل بي سي مايكرو كلاينت النسخة بتاعت الموبايل بس للكمبيوتر. بس على فكرة اتحلت، يعني كان في مشكلة واتحلت تقريبا. لو لسه معاك اعمل ريبير مثلا للعبة عندك على الموبايل، او امسح الكاش بتاعها، او امسحها وحملها تاني، هتلاقي الموضوع بدأ يتحل معاك. يعني كانت مشكلة امبارح واتحلت. ايسو 7 كل ده على البويز. اخفي دي تحت الترابيزة الفقري دي، نخلع منها. حبيبي محمد فاروق، حلو اهي جوز كناجي اهو، معانا جوز كناجي. هنرمي بقى الاتنين مليون عليهم دول بقى، هي وظروفها بقى، هي وظروفها على البايظ يا زميلي. اقوى فلاش ده ولا ايه؟ بالكينج والعشرة حلوة كده، دي نايس هاند دي حبيبة غيس. الشير بس يا جدعان، عايزين نظبط الشير. هو في دروب حسب الاف بي اس، مش عارف ليه، بس في مشكلة في النت. ممكن ربنا يستر. احنا هنودي احمد اسماعيل، لو انت قصدك على الجيم اللي فات فاحنا ودينا، لو قصدك على الجيم اللي جاي ده فيعني على الله، فاهم؟ معانا فلاش من الكوين والايس، معانا ستريت سواء جاك او كوين او ايس. ولو تسكتلوش حلو ده، عايز كوين، عايز جاك، عايز ايه، اي حاجة تنزل، فاهم؟ اي حاجة تنزل، هاتوا جاك عشان برضو معايا الهايست. حي مش هخلصش كده،
وحش قوي. بايخه دي، بايخه دي. بص انا قاعد، انا مستني جاك، مستني كوين، ومفيش. باظت 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 باظت. ما انا معايا فلاش بس بالسبيد، كان معايا فلاش السبيد. التاني خدها اصلا لو ستريت، فاهم؟ ده جاي من تحت، ده خدها فلاش وده خدها منه ايه، لو ستريت. فاحنا لا طولنا ولا طولنا. اه والله ايوه، بس احنا لو كان معانا ستريت اضعف في الايمن خالص، كنا هنبقى زي اللي ما خسرش، لانه يعني كسبان بتاع 700000 اللي جاله ستريت، فاحنا كان عشمنا في الستريت ما رحناش بعيد يعني. هو الفلاش نزل باظ الدنيا بصراحه. فلاش نزل باظ الدنيا. ما فهمتش اللي فيه والله. بس تمام، ناخد توجيه 10 كده. عشان كده مبحبش الأموها سعيد، انا بنحب نلعب الكريزي، ولا حتى بحب النورمال، بحس ان حبالها طويلة يعني الفرص فيها اكتر، فاهم؟ اللي ورا محدش توقعني انا هكسب باي حاجة. يلا زي بعض. تعالوا نشوف الورق هنا بيقول ايه. تسعة ويس. برضو فين الناس؟ ما فين الشير؟ عشان ما في ناس، في الشير فما فيش ناس. منين هتلاقي الناس؟ well that makes sense. عشان نوزع انا عامل فولد كمان اصلا. نسمي الاكونت بتاعه في البوكر كوستوم صاحب اللعبة.
والله ما شفتهم مع مصطفى عندي. اه والله هو مش هين اسامي فاهم. انت لما تعرفوش اصلا ان اللعبه دلوقتي بدات ان هي تعمل فلتر، فانت بتسمي الاسامي بدات تعمل فلتر، يعني في حد بيعمل اسمه بالشي ما بيتكتبش، والتاني تقريبا فلت عشان هو كاتب اسمه كاتب اسمه غلط اصلا يعني. لكن دلوقتي لو بتعمل اسمك والاسم ده في شتايم في الاسم، الاسم ما اتعملش اصلا. فهد التعليق بتاعك ما لا ما كانش ظاهر خالص، ما كانش في حاجة ليك ظاهر. ما تيجي نخطفه جيمين دومينو. احلى مسا عليك يا فهد. تعمل شير ولا اعمل شير؟ طبعا. ولا انت بتسأل عشان الجوائز؟ بحب الناس دي اوي. انت كده شبح يعني، هو فاكر نفسه ان هو كده بيلعب شيشات فاهم. طب ما هوش الدش وانا معيش الدش. احنا الاتنين لازمنا الدش جدا. وانا لبست الدش في الاخر ده، وجايله بايه؟ بنج الشيش. خد موته موته على الدوم يا ابن الاحمر. مبقاش بيظهر عندي زي الاول يا جدعان، مبقاش بيظهر عندي الشير بتاع مين ومين عامل قد ايه والكلام ده، مبقاش بيظهر خالص. اسال يا سعيد، عشان كده انت راجل محترم وتكسب يا زميلي في كل حاجة في الصفحة يا زميلي. وانا بخسر ليه لا سمح الله؟ اداني اتنين في الشيش وماله. سمبوسري جاب المشرك معانا 4 يكات، ننزل منهم يك فيكسر هو على الشيش صح؟ معهوش يكات ان شاء الله يعني. اه والله ماشي شكله كده اتضلع من الدويت. فيعني ده عليك وانت بتنزل اليك ده معاك ان شاء الله. حي
فردتسي معاك، فردتسي تمام، فردتسي دي بجهور. يا سلام بقى على الدلع برضو، موت بقى البلاطة بقى، تعد البلاطة، الشقلب الشلط، أنا اللي كسبت أصلا ده عبيط. نجيب ليه يا جيب؟ ده مش انا. طب تمام، اتنين في البنك، معاك بنجات، معايا بنجات، دورجي. كده معانا اخر بنجين، اكسر على الابيض عشان معيش ابيض. بسي دومولو بقى، بس حط لك كارتين يعني. حبيبة سعيد، فين بس الناس اللي في اللايف يا عم؟ انا مش شايف حد خالص. ايه يا حمو تام؟ تعالى بيك ابو جهور، ولا يك ابو جهور ايه؟ تجيب خبز دي قفله صاحبي، قفلتها من غير بص، من غير ما بص اصلا. عمار بقى بص، يعني انت لما هترمي الجوار مش هيمينك، انا هيبك الجيم ده فيه شوية بفات، فاضل الدوسة والبراطة ما قفلناهم خلاص. ما انت كده معكش جوارات. دومو في الصف جنب اخواتك. قلت لها هات حبة من بره عشان بره ما فيش. وفي ايه؟ بص ضمن الهيبيك ده عارف انت، اقولك بص بص الحركة دي، هي دي الحركة اللي قصدي عليها.
يا عبد الله، يعني انا حاسس ان ال الدوم مسلية اكتر شويتين يعني. ايه اللي حصل؟ انت كده عجزتني يعني؟ معاك الدوسة؟ هتشيش هتاخد شوت كده. عجزتني فعلا. يلا بقى اطلع اخر شيش، واخر شيش بقى ايه؟ ابيض. بص بقى ايه الحوار ده، ان هنقفلها فيطلع يسحب فرق معايا البلاطه، فانا كسبت. هي مكسبها ضعيف اه، بس لذيذة يعني. مفيش حد قاعد بيلعب ولا ايه؟ معانا 2 مليون، نروح نستثمرهم بقى في امها. تربو ايه ده؟ انا ما فلحتش في العادية، افلح في التربو يا عم. اسكت. بقول لك انا هي الطلعة النكسة دي، عارف؟ تعالي ننزل نسحبوا ال 36 مليون دول. احلى حبة شير عنب، ولا شفنا حاجة. بص 130 ألف طرش. مين فنان أسامة؟ انت جاي بقى ولا ايه؟ نرموا السناكس بتاعت القعدة.
وناخد الحيسة. بص بقى صاحبي الطلعة دي نوصل كام فين؟ لو قصدك كام مليون فانت جاي تتريق، لو قصدك كام شير ولايك فانت جاي تهزر. بص يا صاحبي الطلعة دي بقى، عيان والله اكلاني ضايف، عيان وعنده احتقان فمقدرش اناهد وهادد واقول حاجات كده. تمانية وكوين، يلا بينا بالإيس والعشرة ما بيخسروش بقى دول، فهو ينسحب فاهم، فالجيم لما يكون من نصيبك هو ينسحب، لكن يسيبك تكسب كده زي الناس لا لا أبدا. تمانية وعشرة، مبسوط انا مرضي كده تمام، كسبنا مليون يا جماعة، تصفيق حار. ايه الدلع ده؟ الواد حب ينافسني قام جالي ستريت فلاش، ده قلبه جابه ازاي اصلا؟ ده ركب الشلاحة ده خلاص. بصراحة هو فقر وصعب عليا، يعني هو كل جيم عم يعمل فولد، الجيم الوحيد اللي لعب فيه اتلعب فيه. مش عارف مفيش حد هيكسبني على الترابيزة ولا ايه؟ شوفوا منافس يا جدعان، مفيش حس المنافسة خالص. يبقى انها هتلعب يا حماد. بص بقى احنا هنشيل الملايين فنروح نلعب تاني فنخسر فاهم، هي القاعدة ماشية كده. ليه كده؟ ايه يا عم هي القاعدة كده، هي القاعدة بتقول كده يعني نبدأ نكسب على طول يعني ولا ايه؟ محدش بياخد كل حاجة زميلي. كينج وجاك ده ايه الدلع ده؟ مفيش حاجة علينا انا اخوك مصطفى رمضان. طب انت عملت ايه يا رمضان؟ يعني ولا عملت شير ولا عملت لايك ومفيش حاجة لأخوك؟
كم؟ يا اسطى انا من ساعتها بقيت ادخل عشان التوزيع وانا اتخنقت. الاول كنت احب اتفرج عليك بس دلوقتي كده مبقتش عايز اكسب. هي الفرقة عظمة كده، بلاش تحرق تمنها. مش فاهم. عشان التوزيع وانا اتخنقت الاول كنت بدخل اتفرج عليك بس الفرقة عظمة. يعني انت مبسوط انك بتتفرج ولا انت لانك ما بتكسبش؟ فين بلوت تويست في الفيلم؟ تمام. يعني انت مبسوط ان انت بتتفرج بس مش مهم معاك التوزيع، فكسبنا ما كسبناش دي حاجة بتاعت ربنا يعني. تمام، يا رب نص قناعتك. انا بيتحلق دم عادي، ما بخسر ولا اي شيرات حلوين. كباك هم 130 من ساعة ما قلنا فجر الاسلام في ايه. دون 5 كراسي كريزي والله ما مزعلهم، واقعد العب عليها ونورمال كمان، ويلا ان شاء الله ما حد حوش. انا دوست على تشينج واحد حدفني في نورمال. ايه مكتوب كريزي فوق ايه؟ ما تصحى للكلام. مالك حبيبي، انت تعمل اللي انت عايزه، انت صاحب مكان. اديله بقى حبيبي عادل، والله روق عليك يا ابني، والله روق عليك. بس مش ملايين، هتاخد هدايا كتير بقى من كل حته، نفسك تكسب هدايا كده وبتاع. اعرف ان انا ايه، بروق عليك. ايه الفار ده؟ كويك بلاي ايه ونيتي بقى تكسر راسك احنا ناكله. طيب حبيبي كيرو جاي متاخر انت كيرو. هوبا هوبا ملي يا كريم، ملي كانت واقفه. بص على ملي، يلا زي بعض زي بعض. خير، ما جاتش في ايد عيل من العيال. انا فاضل معانا ملايين، معانا 5 مليون. بص دول النهاية ده. نورمال وحش ازاي؟ مش هتعمل خالص عامة. وده كان كريزي، ما كانتش نورمال. طيب يا سلام بقى لو جيب الدبورة دلوقتي. طب يكسر على الشيش بقى عشان ما عجبنيش. هيجي بسيه دلوقتي. ما جايش بسيه، نيجي احنا بسيه ما يدرش. يا عمي عجلة حظ بقى، ماشية هي بحظها. طب خد ابيك 3 في الياكل. طبعا نزل الدش عشان في جوز شات بره، لو نزل هيوجع وشنا. طبعا انت معكش جوار، فاكسلنا بقى على اليك بعد اذنك. انت معكش يكات كمان، اخر فردة يك بره واخر فردة جار بره. طب وانت معكش برضه دوهات، اطلع انت جبت دوهات من بره في رحلة بحث عن الجوهرات، سحب دوهات في دي. تمام، دي اخر فردة شيش. لو انت معكش اخر فردة سي هيبقى انت اللي ضمنت. اوكي فمنور يا زميلي. بص يا جدعان، احنا مش هنطول النهارده عشان نلحق نجهز اللايف بتاع الام ام او. لايف النهارده في توزيع وفي سي بي اس، وفي اكيد في توزيع سي بي اس يعني. ده على الام ام او ليه يعني؟ بس عشان افتح الاكونت كده بظبط فيه شويه حاجات قبل اللايف.
عشان نعرف الدنيا دايرة على ايه. ماشي. هو في فرد شيش تش اللي هو الدش، والدش كان برضه كنت هتجيبه برضه هضم، مش هتجيبه برضه هضم. انا عايز اجيب الياك ده هنا. نمفي الياك. مستعجل. أمزح في جثات بره. جوز جهاري. برضو. جيب الصيادة. جي بلد الصيادة. طب كويس. وقع في ايدنا برضو. ماشي. اكسر بقى على الابيض يلا عشان معانا جوز زباين. اكسر على الابيض تاني عشان عجبتني الكسرة دي. يلا عشان انا دومه. ستي ماشي. ربع الطيب ده ليه في ذمتنا؟ 7 مليون. سبحان الله. ماشي. الراجل الطيب ده برضه ليه في ذمتنا. 7 مليون. غير الطيب ده انفنتنا 12. ماشي. زي ما كنت تحت انت راكن جنب اخوك وانت راكن وانت رايح وانت تعالى. بص يا جماعه معلش حلوه كده عشان بس ننجز حالنا. احنا هنظبط لللايف بتاع الام ام او. هنقفل على كده والناس المتفاعله معانا هنا تخش. بس الجو اللايكات والشير اللي عاملينه دوت ما ينفعش خالص في الام ام او. تمام. لازم نكسر، لازم نعدي شويه في موضوع الشير بالذات، نعدي ال1000 شير. خلاص. اهم حاجه بس رجاله تابعونا في اللايف الجاي الساعه 8 على صفحه كونكر اونلاين، وبعديها هنطلع على صفحه على صفحتي على ريدزون نطلع لايف بكره كمان، نبقى نوزع فيه شويه اكواد عشان لسه اكواد ما جاتليش. خلاص. يلا مساكم زي العسل وأشوفكم الله في الجاي.